بين عشوائية لبعض المواطنين حول مسألة الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية وموقف القوى السياسية المختلفة من هذا الحوار. مشاهدينا، هناك جهود مجتمعية كبيرة للحد من ظاهرة التحرش والتي استفحلت في الآونة الأخيرة لدرجة رآها البعض أنها تنذر بالخطورة، حيث أصبحت مصر في مقدمة القائمة السوداء للدول التي تعاني من تلك الظاهرة. ظهرت على الساحة عدد من حركات المجتمع المدني للتصدي لها، ومنها حركة ضد التحرش، وهي حركة تطوعية ليس لها انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية، تم إنشاؤها لمواجهة التحرش بكل أشكاله وأنواعه. للمزيد من التفاصيل للتعرف على حركة ضد التحرش، سنة أن يكون معنا هنا في استوديو الجزيرة مباشر مصر جرمين نصر، عضو الحركة. أهلا بك معنا جرمين. أهلا وسهلا. خلينا نتعرف على حركة ضد التحرش الأول، كيف تم إنشائها، أهدافها إيه؟ هي الحركة بدأت من العيد الصغير. احنا عايزه اوضح بس ان احنا بنتكلم في التحرش عامه، مش التحرش الجنسي بس. بنتكلم العنصريه تعتبر تحرش، الطبقيه ان احنا مثلا نخلي شغل معين نبص له بصه، واحد مثلا جرسون او كده نبص له بصه مش كويسه، ده تحرش. التحرش الفكري، الاختلافات السياسيه، وان انا اكلم واحد بطريقه انت ما بتفهمش حاجه مثلا او كده، دي تعتبر تحرش وكده. التحرش الديني، التفرقه ما بين الاطياف والمعتقدات، ده يعني ده مش تحرش. فكره التحرش يعني مش الجنسي بس. فقط. احنا الهدف من الحركه ان احنا نحاول نوعي المجتمع والافراد والقانون والشرطه ان هم يتعاملوا مع التحرش ان هو جريمه، ان هو زي القتل، زي السرقه، زي اي جريمه القضاء بيعاقب عليها والقانون بيعاقب عليها، ان احنا نتعامل معاها ان هي جريمه، ومش قانون بس، ان احنا برضو عايزين المجتمع نفسه يكون بيبص ان دي هي جريمه. لان هو لو انا وانت وكل الناس بتبص ان دي جريمه، القانون هتفرض على القانون. تعملوا ايه كده سيدتي؟ واضح ان جهدكم جهد توعوي في المقام الاول. تعملوا له ايه عشان توصلوا هذه الفكره، وهي طبعا فكره ساميه جدا، يعني ايه فعالياتكم؟ احنا بنعمل زي ورك شوبس، بنبتدي نتكلم مع الناس، بنبتدي ننزل مثلا في الشارع نقف نتكلم مع الناس، بنعمل وقفات، اي قضيه بنحاول ان احنا نطلعها للرأي العام، زي مثلا القضية بتاعت مستشفى السكر، إن حصل اغتصاب لست حالات، وإن داخل المستشفى من عامل جوه المستشفى وهم في حالة الإفاقة، وما اكتشفش الكلام ده غير لما واحدة فاقت وهي بيحصل لها حادث الاغتصاب. الفكرة إن كان مدير المستشفى عارف، وعارف قبل كده، وحصل إن هو إداله جزء، فعملنا فقط، ما حصلش اي اتخاذ قانوني او للراجل. طب انتوا ايه في القضيه دي يا تجربه؟ احنا بالنسبه لنا احنا عملنا وقفه قدام مستشفى السكر، وحصل ان الامن بتاع المستشفى طلع وضرب الناس، وكان عايز يقطع البانرز واللافتات اللي كانت الناس ماسكينها، وكان معامله ان احنا مش سمعه المستشفى فقط لا غير، ومفيش حد بيفكر في الضحيه يعني. بس القانون خد مجراه في القضيه ديت، ولا انتم ما تابعتوش بعد كده ايه اللي حصل قانونيا؟ في متابعه للقضيه، بس هي مفيش قضايا دلوقتي بيحصل لها اتخاذ سريع، او غير لما بيبقى في ليها شو اعلامي، غير لما بتطلع في الاعلام وحد يمسك القضيه وحد. من وجهه نظركم يا جرمين في الحركه، ايه سبب زياده التحرش اللي احنا بنشوفه في الفتره الاخيره، حتى ان بعض يعني التصنيفات العالميه في المجال دوت لا وضعتنا يعني في الدول اللي بيحدث فيها او الدول الاكثر تحرشا، ده سببه ايه؟ عدم وعي، جهل، احتياج، فضول، إن بقى في فصل ما بين الولد والبنت، وتفرقه كبيره جدا. بقى الولد عايز، لو التحرش الجنسي يعني، يبقى الولد عايز، عنده فضول ان هو عايز يعرف ايه الكائن ده. المدارس، لما بيفصلوا المدارس بيجوا عند جامعة فجأة يلاقوا فيه ولاد، والولاد فجأة يلاقوا فيه بنات.
فاللي هو دايما بيبقى فيه حاجز كده ما بين الولد والبنت، فهما ممكن يتعلموا تحت مبادئ وتحت اخلاق ومش هيحصل اي حاجه وتحت اشراف. وجهه نظر مختلفه وجديده جميل، لاني واضح ان هما حتى يعني البعض لا وجهه نظره الفصل دايما هو حل للمساله ديت، الفصل بين الولد والبنت حتى من الصغر، ويعني في سنوات الدراسه المختلفه في عربات المواصلات العامه شايفين هو ده الحل مش العكس اللي انت بتقولي، لا نسقط هذا الجدار بين البنت والولد وده هيبقى جزء من الحل. هي الفكره دايما احنا عندنا المرغوب الممنوع مرغوب. طب ايه رايك ما تيجي نستمع لبعض المواطنين رايهم في ظاهره التحرش وبعد كده نواصل هذا الحديث؟ مشاهدينا نستمع الى عينه عشوائيه من بعض المواطنين رايهم في مساله التحرش وازدياده في الفتره الاخيره في الشارع المصري، وبعد ذلك واصل هذا الحديث مع جرمين نصر عضوه حركه ضد التحرش. يعني الحديث الآن عن ظاهرة زايدة شوية في المجتمع المصري وطغت في الفترة الأخيرة، وهي ظاهرة التحرش الجنسي. البعض رأى أن مصر من الدول اللي ظاهرة التحرش فيها عالية جدا. رأي حضرتك إيه في هذه الظاهرة؟ وإنت كشاب كده قول لي إزاي نعالج هذه الظاهرة حتى لا تتفشى في المجتمع أكثر من ذلك؟ بداية أحيي قناة الجزيرة على انتشارها الواضح في الشارع المصري يعني وفي كل المحافظات. التحرش الجنسي انتشر في المرحلة الأخيرة، اندساس البلطجية داخل المتظاهرين ده كان واضح بصورة طبيعية يعني وظاهرة في الفترة الأخيرة، ودي بترجع في الآخر يعني للتربية والمجتمع، ده بيساهم بصورة كبيرة في هذه الظاهرة يعني. طب قول لي أنت كشاب لو ليك رؤية أو فكرة لعلاج هذه الظاهرة أو التقليل منها، تنصح مين وتعمل إيه وفكرتك إيه؟ زي ما قلت لحضرتك التربية أولا بتبدأ من البيت والبيئة المحيطة بالمواطن، ده بيبقى ليه عامل كبير على هذه الظاهرة وعلاج هذه الظاهرة بصورة أوضح يعني. يعني شايف بالتربية؟ طبعا. يعني أسأل حضرتك، هناك قوة وتيارات بتدعو إلى فكرة ما عن ضد التحرش، التحرش الجنسي ظاهرة تغط في المجتمعات العربية وخاصة المجتمع المصري، البعض الآن بينادي إزاي نقلل من هذه الظاهرة والحد منها، أنت كمواطن كده شايف ان الظاهره دي فعلا موجوده في الشارع المصري بشكل كبير؟ والله هي موجوده فعلا بالفعل، بس للاسف لان احنا يعني نسينا القيم والمبادئ والاخلاق، يعني المفروض نبث بروح المبادئ والاخلاق والدينيه بالذات، يعني شايفين اللي بيحصل في البلد شباب كله ضايع، الشباب ما فيش حاجه بتبث فيه اللي هي القيم والاخلاق والدينيه خالص، يعني بنلاقي ان مثلا بنستورد الحاجه اللي الحضاره اللي هي التعبانه اللي احنا بنقدر يعني المفروض ما بتصلحش من حنا، بل بالعكس بنستورد الاغاني والافلام من وجهه نظرك كده ايه السبب ان الظاهره دي منتشره في المجتمعات العربيه بصفه عامه او بزياده شويه؟ والله زي ما قلت هو الاعلام بامانه يعني، طبعا بيبث للاسف يعني ما فيش اي قيم ولا مبادئ للاخلاق خالص، والبعد عن الدين ده اهم حاجه، احنا لو فعلا نرجع لربنا ونرجع لديننا هنلاقي ان فعلا يعني البنات اللي بتلبس مثلا عريان ولا بتلبس ضيق برضو الحاجات دي بتصير للشباب. يعني البعض والفترة اكد ان موضوع التحرش ملوش علاقه باللبس قوي، يعني هو ليه علاقه طبعا، لكن البعض قال برضو ان هناك محجبات ومنتقبات برضو بيتعرضوا لهذه الظاهره بشكل كبير في المواصلات في الاماكن العامه في اماكن شغلهم. هي بسبب طبعا ان الشباب ما فيش اي حاجه بتقيم تبث للشباب، ما فيش اي حاجه من دي خالص للاسف، احنا بنجيب بنلاقي الافلام اللي هي ما فيهاش حاجه تنفع اي حاجه للمجتمع، بنلاقي الافلام فيها عري وفيها سينج ومش عارف ايه وبيعملوا رساله مش كويسه يعني. هل شايف ان مثل هذه الاشياء تزيد مثلا فكره الغرائز لدى الشباب فبالتالي البعض بيقبل على ظاهره التحرش من هذا السبب، ولا هي ظاهره نبع من نفسيه الشخص نفسه؟ يعني هناك الشخص نفسه عنده ازمه نفسيه فبيضطر لعمل هذا الشيء. هو طبعا اكيد برضو الشاب عنده الازمه النفسيه بسبب ان هو اولا ممكن ما يكونش فيه مش لاقي شغل، ممكن يكون عاطل مش عارف لاقي حاجه، مش عارف يتجوز يعني مش عارف يتجوز، فبيضطر ان هو مثلا بيعمل الحاجات دي كلها، لان احنا عايزين نصلح من المجتمع الاول وبعد كده نوفر للشباب الشباب بالذات يعني نوفر لهم امكانيه للعمل للحاجات دي ونبث فيهم القيم والاخلاق بعد كده. شكرا جزيلا، اتفضل يا فندم.
شكرا زميلي أحمد جودة، أتى لنا بآراء عينة عشوائية من بعض المواطنين حول يعني ازدياد ظاهرة التحرش في الشارع في الفترة الأخيرة. أذكركم معي هنا في الاستوديو الأستاذة جرمين نصر، عضو حركة ضد التحرش، وانضم إلي أثناء هذا الفاصل الأستاذ أيمن ناجي، مؤسس حركة ضد التحرش. أهلا بك أهلا معنا. هي زي ما أنت سمعت معنا دلوقتي آراء بعض المواطنين، وهم شايفين من وجهة نظرهم ان التحرش ليه اسباب كتيرة. الاعلام في بعض الاحيان بيساعد على ده، او على الاقل بيساعد مساعدة سلبية، ان هو ما بيبثش يعني اخلاقيات وقيم وما الى ذلك. واحد قال البعد عن الدين، في واحد تاني قال اللبس نفسه، لبس المرأة البنت هو ده جزء بيساعد على مسألة التحرش، في حد اتكلم عن البطالة وان هو الحاجة هي دي جزء من مسألة التحرش. انت ايه رأيك؟ انا شايف ان الموضوع يعني داخل فيه يعني كل حاجه من الحاجات دي ليها دور بنسبه معينه، بس هو الموضوع في الاساس ثقافه مجتمع ما بيحترمش المراه، يعني بشكل عام ما عندناش ثقافه الاحترام واحترام المراه، وان ليها دور وان ليها كيان وان ليها شخصيتها المستقله بكل اشكالها. احنا ما عندناش الثقافه دي في مصر. بنحاول التحرش فيه منه، يعني لو هنتكلم على اللا رغبه الجنسيه فيه، لو هو ليه علاقه بس كان الاحصائيات طلعت يعني 5% فقط بس الرغبة الجنسية، لأن هو أصلا يعني زي ما كان في حد بيقول إن اللمسة نفسها حتى مش بتشبع رغبة يعني أو التحرش نفسه أو بس هو مش بتشبع رغبة، لكن هو في ذهن المتحرش على الأقل ابتداء ممكن يكون ده كده، يعني إن هو بتشبع رغبة. لا هو فاكر يعني كده يعني تمام. هو واقعا ما بيشبعش رغبة هو. لو إحنا بنتكلم بقى عن الأسباب الحقيقية، هي أسباب ليها علاقة بأمراض مجتمع، يعني أمراض زي فرض سيطرة وفرض وصايع على المرأة بشكل عام. ليه زادت يا أيمن في الفترة الأخيرة؟ يعني من عدة سنوات كده طويلة شوية للحقيقة، عمرنا ما كنا نسمع عن الظاهرة دي، كانت تبقى كارثة يعني. يوم لو تفتكر موضوع فتاة العتبة اللي تعرضت لاغتصاب في ميدان العتبة، كانت كارثة بكل المقاييس. إيه اللي بيحصل النهاردة؟ إيه اللي اتغير يعني؟ هو طول ما المشكلة الأزمة اللي إحنا فيها، إن كل ما بنمشي قدام كل ما الثقافة بتاعتنا بتقل، وكل ما الموضوع بقى متقبل اجتماعيا اكتر، كل ما بقى مفيش رفض للمجتمع، يعني المجتمع ما بيرفضش. كان زمان الواحد لما بيعاكس، يعني واحد بيعاكس بنت بقى حاجه، كانت حاجه غريبه يعني، دلوقتي مش غريب خالص، عادي واحد بيعاكس بنت. فالموضوع بيتطور واحده واحده، من تحرش باللفظ للتحرش اكتر باللمس، وصل لاغتصاب، ومن اغتصاب لاعتداء يعني مؤخرا. جرمين، ايه رايك في مساله موضوع ان المراه هي جزء من المشكله، اكون اكثر تحديدا لبسها جزء من المشكله؟ يعني واحد يقول لك لا يعني هي لو منتقبه ولا محجبه هو مين هيتحرش بيها، بل بالعكس هيحترم دوت ويحترم شكلها، لكن هي اللي بتثير بلبسها بطريقه مشيها. ايه رايك في الكلام ده؟ بص، هو يعني الفكره كلها ان احنا لو احنا انا نظرتي تختلف عن نظرته او عن نظرتك، يعني انا لو انا بالنسبه لي مثلا واحده محجبه كويسه قوي، في حد بالنسبه له لا واحده محجبه ولابسه بنطلون دي ما تنفعش، واحده تانية لا ما تتنقب، طب ما تبقاش انا مثلا واحد تاني لا ما تبقاش محجبه اصلا. ما دام احنا اختلفنا النظره بتاعتنا، يبقى هي المشكله، هي دي مش مشكله اصلا، اللبس مش مشكله، لا يبقى مش مشكله، لان احنا نظرتنا وثقافتنا احنا اللي مختلفه. فاحنا لازم نثبت حاجه. لا، لو احنا بنتكلم مثلا تاريخيا، طب احنا تعالوا نشوف في السبعينات كانوا الناس بتلبس ازاي. الناس كانت بتلبس بطريقه متفتحه اكتر بكتير من دلوقتي. دلوقتي نسبه المحجبات كبيره جدا عن زمان. فزمان ما كانش حد بيعاكس، زي ما ايمن كان بيقول ان الموضوع كان بيبقى غريب، بس ما كانش فيه تحرش، ما كانش فيه اغتصاب. دلوقتي النسبه بقت عاليه جدا، وفي مشكله برضو ان احنا مش بنقدر برضو نرصد كل الحالات، لان الضحيه مش بتروح تبلغ. فدي ممكن تبقى هي مشكلتها الوحيده، ان هي خايفه، وده ومش سبب، هي مش سبب في ده، سبب المجتمع اللي بقى بيلومها، بقى بيقول لها انت كنتي اكيد انت كنتي لابسه كذا اكيد. طب يعني هي فضيحه يعني، هما كده هي في ثقافتنا، هي عامه الموضوع بتبقى فضيحه. طب انتوا بتعملوا ايه يا ايمن في ده؟ اللي انتوا لا توعي من تتعرض لمثل هذه الافعال ان هي يكون ليها دور ايجابي، سواء حتى على الاقل بالابلاغ يعني. اكيد انتوا ده ليكم دور في ده. احنا ده مين اللي احنا بنحاول نركز على ده جدا، ان هو البنت ليها دور ان هي ترفض وتقف وتقاوم وتتكلم. احنا بنقول اتكلمي يعني، تروح وتبلغ وتمشي في المحضر، وحتى لو ما حصلش نتيجه دلوقتي، اذن ان ما فيش قانون رسمي بيجرم التحرش في مصر. في قوانين بس هتك عرض وحاجات كده، لازم يبقى في واقعه ولازم يبقى الشرطه حاضره المكان، بس لغايه دلوقتي ما فيش الكلام ده. هو فالبنت لازم 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 يبقى في رفض. البنت دورها اساسي ان هي لازم تقف وتقول ان الشخص ده عمل كذا، ولازم نغير ثقافه ان دي فضيحه، لان دي عمرها ما كانت فضيحه، لان واحد بيعتدي على حد، انسان بيعتدي على انسان،
فالإنسان المعتاد عليه ده عمره ما يبقى اتفضح بأن في إنسان تاني يعمل له حاجة. جرمين في قانون دلوقتي بيناقش في مجلس الوزراء لتغليظ عقوبة المتحرش ممكن توصل لثلاث سنين، شايف أن جزء من الحل هو تغليظ عقوبة المتحرش أيا كان هذا التحرش؟ يعني يعني أنا شايفة أن إحنا المفروض أصلا نعالج المشكلة، يعني نشوف هو ليه يعني بدل ما نعالج النتيجة ماشي طبعا يكون فيه عقوبة كل حاجة، بس إحنا المفروض نمسك الموضوع من أوله. ليه كان فيه تحرش؟ ليه في جهل؟ ليه ما فيش توعية في التلفزيون؟ ليه في تجاهل إعلامي؟ نمسك الموضوع من هنا، بعد كده نبتدي نوعي، بعد كده نبتدي نعاقب. بس مش أول حاجة أن أنا هعملها أنا هعاقب، طبعا أنا هعاقب دلوقتي أو لازم العقاب في لحظة من اللحظات أكيد يعني. أكيد، بس برضو لازم يبقى في عدم تجاهل إعلامي من الموضوع ده، أو الناس ما تعيش في حالة من الدينايل إن هو لا هو ما فيش، لا هو ما بيحصلش. مسألة الإنكار اللي دايما ساعات إحنا بيبقى يعني السمة الرئيسية في مثل هذه الأمور. التحرش هينتهي لما يبقى في رفض من المجتمع بشكل عام للموضوع، ويبقى في قانون رادع بيجرم. يعني لما يبقى ضابط شايف واحد بيتحرش يروح يمسكه زي ما شاف واحد بيسرق، لأن هي جريمة واحدة في الآخر أو جريمة تشبه. يعني أنت مؤسس يا إيمان لحركة ضد التحرش، أنا عايز أعرف أعدادها، مين اللي بينتمي إليها دلوقتي؟ إحنا مجموعة شباب، عددنا دلوقتي حوالي 29 موجود في فريق في اسكندرية وفريق في القاهرة. مركزنا الأساسي طبعا مكاننا الكبير في القاهرة، فريق اسكندرية قليل شوية. ما لكمش أي انتماءات سياسية أو حزبية؟ خالص ما لناش أي انتماءات سياسية ولا حزبية ولا دينية ولا نتبع طيار معين. إيه اللي خلاك تفكر في دواته؟ إيه اللي خلاك يعني تروح تنشئ مجموعة أو حركة اسمها ضد التحرش؟ اللي خلينا نفكر إن الموضوع بدأ يبقى فيه تقبل عام للمجتمع، بدأ يبقى فيه عادي بنت بتتحرش بيها عادي، ما بقتش أزمة. آخر حاجة كانت بسبب لي أزمة نفسية كبيرة جدا آخر معهد السكر لما تم اغتصاب واحدة ست سيدات. لسه جرمين حكي أنا مستغرب لغاية دلوقتي إزاي ما فيش اهتمام إعلامي بحاجة زي كده، ست سيدات يغتصبوا وهم تحت تأثير مخدر والإدارة عارفة والمكان عارف وكانوا عارفين قبل كده، الا لو حاله واحده بس اكتشفت. يعني حاجه غريبه يعني مش لبسها، يعني مش موضوع لي. هو مين المتحرش؟ يعني مين الفئه الاكثر تحرشا؟ سؤال ليكي والايمن مره، اتفضلي يا جميل. يعني هي مثلا خاصه زي ما احنا بنشوف في الاعياد كده اللي هم الشباب الصغيرين من سن 12 ل 16 او 17 سنه، ولا لا يعني ملهاش سن معين؟ لا اعتقد ملهاش سن معين، لانه في حالات تحرش بتبقى في البيوت، يعني اب بيغتصب بنته او بيتحرش بنته. بيبقى في ناس كبار ويعني وناس صغيرين بيشوفوا الكبار بيعملوا كده فبيعملوا كده زيهم، فلا ملوش سن يعني. ايمن لو احنا انا طبعا يعني هنصنف حد هو منتشر في المجموعة اللي ثقافتها وثقافة احترام المرأة فيها أقل، مهما كان بقى انت بقى الاجتماعي عامل ازاي، غني فقير بيمشي، في ناس بتشوفهم بعيني بتمشي بعربية معاه ليزر بيمشي عاكس بنات ليزر او يقعد يدنق على بنت بعربية، يعني في كل حاجة فيها كلمة ملاش علاقة. يعني لو تقول كلمة أخيرة فيما يخص مسألة التحرش، وانت مؤسس حركة ضد التحرش تقول ايه قبل ما نختم؟ اقول ان لازم المجتمع يتحرك، لازم ان لو ظاهرة زي ديت محتاجة ان هي تنتهي من مجتمعنا بشكل عام، وهي ظاهره كعرض من اعراض مرض كتير قوي موجود، امراض كتير قوي موجوده في المجتمع يعني. فلازم المجتمع كله يبدا يرفض الموضوع، ما يبداش بنت لازم تتكلم، ما ينفعش البنت تسكت خالص استحاله، يعني ما ينفعش تخاف وتتكسف وتحرش كشخص، هو شخص جبان جدا يعني لو وقفت بس بصيت له قلت له انت بتعمل ايه هيخاف بشكل عام. جرمين عايزه اقول ان اي بنت، يعني في بنات كتير قوي بتتكلم معانا يعني بيقولوا لنا حالات تحرش حصلت لهم، يعني انا بشجع الناس دي جدا ان هم قدروا ان هم يطلعوا ويقولوا كده، لان في ناس كتير بنات كتير قوي بيحصل لها اكتر من كده وما بيتكلموش يعني. شكرا جزيلا جرمين نصر عضو حركة ضد التحرش، كذلك أشكرك أيمن ناجي مؤسس حركة ضد التحرش، أشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وواصل معكم الجولة الأخبار الصباحية، وبعد الفاصل سنتلقى اتصالاتكم عما لديكم من أخبار وتعليقات على التطورات الحالية سواء على مستوى مصر أو في المحافظات المختلفة، ابقوا معنا.